الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، تحيتنا متجددة بتجدد انطلاقاتنا في هذا الصباح لينطلق شوطنا الثاني عشر، والذي يحمل منافسات الإبكار من فئة المهجنات الأصايل الإنتاج. أول أشواط الإنتاج المهجنات، نتمنى التوفيق ونجاح لجميع المشاركين. أبدأ وأسير مباشرة إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط، ليتابع مقدمة الشوط. والمركز الأول شان لحمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعياتي مع المركز الأول ومع الصدارة، بينما المركز الثاني وصايف لعيسى بن هادي بن حمد بن خزام العامري. انتقل إلى المركز الثالث، فزعة سالم بن عبيد بن طماش المنصوري. انتقل إلى المركز الرابع ورابع المراكز، الدانة لعبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبياتي مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس بالوصول ياتي من خلال هذا التحدي ومن خلال هذه المنافسة على المركز الخامس في هذه اللحظات. وصلت فيها أرجوان لحمد بن محمد بن سهيل العامري، بينما المركز السادس هناك أشكال لمسلم بن علي بن دري المنصوري. والتقدم الآخر يبدأ من خلال وجود هذه التحديات وهذه الانطلاقة. هناك وصلت فيه وتحركت هذبة لعيد بن عبد الله بن عيد المنصوري من خلال تواجد وحضور هذه الأسماء، بينما المركز الثامن وصلت نصيبة لسالم بن حمد بن محمد العامري. وتاسع المراكز الهائلة لمطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، بينما المركز التاسع تحركت فيه هنا صواب لمهير بن علي بن راشد بن كليب يأتي هنا في هذه الاندباعة. والمركز العاشر هذه القادمة في هذه اللحظات والمتحركة بأداء جميل، ذخيرة لطويرش بن عبد الله بن حلوس العفاري. هكذا هي النتيجة وهكذا هو النداء المبدئي الأول للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في تحديات هذا الشوط وفي اندفاعات هذا التنافس الجميل من خلال وجود وحضور هذه الأسماء. لكني بعود إلى المركز الأول، إلى فزعة 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 على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط لسالم بن عبيد بن طماش المنصوري، يتصدر المشهد ليكون حاضرا. لكن من الجانب الآخر شان لحمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعياتي مع المركز الثاني، أشكال وصلت بالمركز الثالث وتقدمت بشعار مسلم بن علي بن درية المنصوري. رابع المراكز، المركز الرابع هذبة لعيد بن عبد الله بن عيد المنصورياتي مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصلت وصايف عيسى بن هادي بن حمد بن خزام العامري. وتحركت ايضا الدانة لعبد الله بن طويرش بن محمد الوهي بارجوان قادمة لحمد بن محمد بن سيد بن عويضان العامري، ياتي هنا من خلال وجوده وحضوره في معمعة المنافسة والتحدي والانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الأداء جميل، التحدي رائع، الإبداعات مستمرة هنا من خلال وجود هذه الاندفاع. لكن أشكال وين؟ أشكال على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، تتقدم بتقدم جميل وتحدي رائع للغاية هنا في أرضية هذا الميدان من خلال وجود وحضور هذه التحديات الجميلة والتحديات المستمرة هنا بالإبداعات الجميلة. أشكال غيرت بشعار مسلم بن علي بن درية المنصوري، يسير نحو الصدارة والمقدمة نحو المركز الأول هنا في هذا الاندفاع. لكن تحركت فزعة سالم بن عبيد بن طماش المنصوري بالمركز الثاني، أرجوان قادمة لحمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز الرابع شان
حمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي هنا مع عشان، بينما المركز الخامس نصيبة سالم بن حمد بن محمد العامري، المركز السادس تدخلت فيها الهائلة مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، يأتي هنا من خلال المنافسة، من خلال التحدي، من خلال الإبداع الجميل. شاهدوا الأداء، شاهدوا الأداء الجميل هنا في هذه الانطلاقة المميزة. وصلت عجايب حمد بن عبد الله بن علي بن حمد بوهليبة، وصل بوهليبة، تقدم، تحرك، بدأ يسير هنا في هذه الانطلاقة المميزة. يا سلام، سيادة أيضا سالم بن راشد بن ناصر الدرعية، وتحركت على المركز الثامن في هذه اللحظات، وصلت هنا المتقدمة بهذا الأداء. لكني بعود إلى المعركة الأولى، إلى الصراع الأول، إلى الانطلاق الأول، إلى الإبداع الجميل هنا مع نصيبة. نصيبة 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 تسير إلى المركز الأول لسالم بن حمد بن محمد العامري، ياتي مع المركز الاول، ياتي مع الصدارة، يتقدم مع صدارة هذا الشوط لسالم بن حمد بن محمد العامري. اشكال اللي تسللت، اللي تقدمت، اللي تحركت لمسلم بن علي بن درية المنصوري، المنصوري ارجوان تجاوزت في هذه اللحظة حضات لحمد بن سهيل، لحمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، يطير إلى المركز الأول ينطلق. لكن المنافسات من الهائلة، مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، بن مفتوح يتحرك، والبن دري يتحرك، وبن عويضان يتصدر، واللي على المركز الرابع عجايب حمد بن عبد الله بن علي بوهليبة قادم. لكن وين؟ هنا راح بن مفتاح يطير إلى النجاح بعد الصراع والكفاح. هذا بن مفتاح مع الهائلة وعصات تف الأبطان، الهائلة وعصات تف الأبطان تقدم لنا العرض، تقدم لنا الإبداع، تقدم لنا التميز. بوهليبة ياكم بالمركز الثالث وثانيا مع ابن عويضان، لكن خلاص روحت كنها على قرع الدفوف، تلقط اللي ذيروه بواردية. الله، الهائلة 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 طارت إلى المركز الأول. تهانينا والناموس لمالك الهائلة مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، هناك مع هذا الإبداع الجميل صاحبة نقطة في أرضية هذا الميدان قبل أسبوعين تكرر الإنجاز بدون أي أوامر. والعصا قوس المركز الثاني، وصلت عجايب لحمد بن عبد الله بن علي بن حمد بوهليبة، المركز الثالث أرجوان حمد بن محمد بن سهيل العامري، هنا المركز الرابع كانت أشكال لمسلم بن علي بن دري المنصوري، وخامسا مع نجلة لسلطان بن سعيد بن مصبح النعيمي. إذا متابعين الكرام، المنافسة قوية والأداء جميل، وبن مفتاح مع الهائلة بتوقيت زمني مقداره 9:23 و8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الهائلة مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي على هذا الفوز والانتصار. أتت عجائب بالمركز الثاني حمد بن عبد الله بن علي بن حمد بوهليبة، والتوقيت الزمني 9:24 و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس أرجوان أتت بالمركز الثالث بشعار حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، والتوقيت الزمني 9:25 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس.